مع اشتداد الصراع في أوكرانيا، بيدرسون يحذر من ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية على مسار الحل السياسي في سوريا. وللحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، حكومة نظام الأسد تقر خطة لخفض الإنفاق. وسط تجدد الاحتجاجات، المتظاهرون في سويداء يعلنون عن مطالبهم وأهدافهم من الحراك الشعبي. مرحبا بكم. قال المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون إنه قلق بشدة من الأثر المحتمل من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على جهوده الدبلوماسية لإيجاد تسوية في سوريا. كما أعلن أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستجتمع مجددا خلال الشهر المقبل في جنيف. على وقع صفارات الإنذار وخطى الحشود العسكرية الروسية في أطراف العاصمة الأوكرانية كييف، يعبر المندوب الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن قلقه الشديد من ارتدادات حرب روسيا ضد أوكرانيا على جهوده الدبلوماسية لإيجاد تسوية في سوريا. مخاوف بيدرسون وقلقه رأى بعض المحللين والباحثين السوريين أنها طبيعية، بل وتوقعوا أن يزداد تعنت الروس بخصوص الحل السياسي في سوريا. أحداث أوكرانيا تزيد، خاصة في حال يعني انتصر الروس، تزيد من عنجهية الروس وعدم رغبتهم في الوصول إلى الحل السياسي. والأخطر من ذلك أنه في حال استمرار التوتر طويلا بين الأطراف، أن يتم تبادل الرسائل بين الأطراف، بين روسيا وتركيا مثلا على الأراضي السورية، فتقوم روسيا كما عهدناها سابقا بضرب المناطق التي يعني تعتبرها مناطق نفوذ تركيا. بيدرسون كشف أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستجتمع مجددا خلال 21 من الشهر المقبل في جنيف لمتابعة المساعي في سياق العمل لتنفيذ القرار الدولي رقم 2254. وخلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال بيدرسون إنه من المهم أن يستمر عمل اللجنة المصغرة بشكل يسهم في بناء الثقة، وأشار أن هناك خلافات جوهرية بين مواقف الطرفين وأن تضييقها يتطلب حتما عملية تدريجية. المبعوث الأممي أكد أنه يجب السعي لتحقيق التوافق والانخراط البناء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر دون تدخل خارجي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج. 6 جولات من جولات اللجنة الدستورية السورية مضت دون أي نتائج تذكر، فكيف ستكون نتائج الجولة المقبلة في ظل صراع جديد فتحت بابه موسكو في أوكرانيا ولا يبدو متى سيغلق؟ للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ مالك الحافظ، الكاتب الصحفي، مباشرة من تركيا. مرحبا بك أستاذ مالك على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، كيف سينعكس الاجتياح الروسي لأوكرانيا على سوريا وعلى الحل السياسي المستعصي أصلا يعني منذ سنوات كما تعلم؟ تحية طيبة أستاذ عمار لك وللسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة الوضع في سوريا سيتأثر بكل تأكيد، ملف السياسي سيتأثر، لا جديد في كلام بيدرسون، لكن أعتقد أن يعني هناك أيضا استباق لفشل جديد فيما يتعلق بملف اللجنة السورية. هناك تصريحات سبقت بالأساس التصعيد الروسي ضد أوكرانيا وهذا الغزو. أعتقد أن التصريحات التي سبقت التحضيرات الجولة السابعة فيما يتعلق بحديث المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، وأيضا تصريحات بيدرسون واعتراض المعارضة على ما تتحدث به، هو يهيئ الأجواء لفشل جديد في الجولة القادمة، وأيضا حتى مسار التفاوض وسبل العملية السياسية. لكن بالتأكيد فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته على سوريا، أعتقد أن هناك تأثير مباشر من ناحية على التنسيق الروسي الأمريكي في سوريا، سيكون هناك توقف في هذه القناة بشكل شبه تام. أيضا هناك إشكال
إشكالية أخرى تتعلق بالجانب الإيراني والتصعيد الإسرائيلي عليه. هناك أيضا إرباكات بدأت تظهر وأيضا متأثرة بها الغزو الروسي لأوكرانيا. أشرت حضرتك لنقطة هامة، يعني أن هذه الحرب أو هذا الاجتياح الروسي سوف يؤثر لا مجال، على الأقل سوف يكون هناك انقطاع في التواصل والتنسيق بين الأمريكان والروس إلى حد ما. ما دام الأمر كذلك، يعني لماذا يصر بيدرسون إذن على استمرار عمل اللجنة في ظروف كهذه؟ أعتقد بيدرسون يعني في مثل هذا الوقت يجد الآلية المناسبة لتفعيل خطته المسماة خطوة مقابل خطوة. أعتقد هذا ما يناسبه تماما، هو يسعى لذلك. أعتقد أيضا روسيا راغبة في تفعيل هذه السياسة بشكل أكبر، وهناك أيضا قبول ببعض الدول العربية لهذه السياسة في ظل الأزمة الجديدة والغزو الروسي. أعتقد سيكون هناك تفعيل أكبر، وسيكون التبرير أعتقد يعني إذا لم يكن مباشرا، لكن التبرير أن هناك أزمات يجب أن نحل القضية بخطوة مقابل خطوة، وسيمضي أكثر في خطته. فأعتقد أنه محاولاته لتفعيل اللجنة الدستورية، وهو يتوقع أن الفشل سيكون مصيرها، لينتقل إلى آلية جديدة هي الخطوة مقابل الخطوة بشكل مباشر وعلى. نعم، ولكن من ناحية أخرى هذه ارتدادات الحرب أو الاجتياح الروسي إن صح التعبير لأوكرانيا، إلى أي مدى يمكن أن يعني يضع الروس أمام ضغط عسكريا وينحسر بالتالي الدور العسكري الروسي في سوريا؟ يعني أعتقد هناك بعض الأحاديث ظهرت في هذا السياق أن روسيا قد يعني تتراجع أو يحصل هناك ضغط. أعتقد روسيا لم تقدم على الغزو على أوكرانيا إن لم تكن فعلا واضعة في حسبانها أن سوريا هي أساس فيما يتعلق بمياه الشرق الأوسط أو البحر المتوسط. لذلك أعتقد أن الضغط العسكري أو ما يتعلق بهذا السياق هو لا يمكن حدوثه، لأن روسيا بالتأكيد هي لم تمضي في هذا الغزو دون أن تكون هناك فعلا إجراءات استباقية. وأعتقد زيارة وزير الدفاع الروسي شويغو التي سبقت هذا الاجتياح يعني كانت مؤشرا، فهم لاحقا أنها للتحضير لهذه العملية ولتقاسم الأدوار على الجانب العسكري. وأعتقد أن إيران قد تساعد في ذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ مالك الحافظ الكاتب الصحفي، كنت معنا من تركيا. وفي سياق متصل، أشاد نظام الأسد بحرب روسيا على أوكرانيا واعتبرها نصرا للإنسانية في ظل تخوف من تداعياتها على سوريا واقتصادها الموصوف بالمتهالك وسط ردود أفعال مؤيدة ومعارضة للحرب. ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على القارة الأوروبية والكثير من دول العالم، وبما أن أحد الأذرع الروسية ممتدة إلى سوريا فبالتأكيد لابد لارتداد الحرب الأوكرانية أن تصل إليها. رئيس النظام بشار الأسد صرح بوقوف سوريا مع روسيا في مواجهة خطر توسع الناتو، معتبرا أن روسيا تدافع عن مبادئ العدل والإنسانية وتعيد التوازن للعالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفق تعبيره، واصفا العدو الذي يجابهه جيشه وجيش بوتين بالواحد الذي يتمثل في سوريا بالتطرف وفي أوكرانيا بالنازكية. وبينما أعلنت حكومة النظام عن وضع خطة لترشيد وتوزيع المشتقات النفطية وإجراءات إدارة مخازن المواد الأساسية وتشديد الرقابة على سوق الصرف وضبط الإنفاق العام ومتابعة التطورات المتوقعة، من جانبه قال عضو لجنة مربي الدواجن حكمة حداد إن أسعار أعلاف الدواجن ستشهد ارتفاعا في حال اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن سبب الارتفاع هو زيادة تكاليف شحن الإمدادات التي تأتي إلى الأسواق من روسيا وأوكرانيا. الفنان السوري فراس إبراهيم انتقد في صفحته الشخصية على فيسبوك المهللين والمستبشرين بالحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن أي روح تزهق ظلما وبغير حق تعادل بالنسبة له كل تيجان وصولجانات الساسة منذ نشأة الخليقة وفق تعبيره. وفي الشمال السوري رسم الفنان عزيز أسمر لوحة على جدران إحدى المباني المدمرة في مدينة بنش بريف إدلب للتعبير عن تضامن الشعب السوري مع الشعب الأوكراني، كونه مر ولا يزال يمر بذات المعاناة التي تعرض لها الشعب الأوكراني اليوم. تزامنا مع كل ذلك
لم تمنع الحرب الأوكرانية بوتين من إرسال تعزيزات روسية إلى شمال شرق سوريا، وبحسب وكالة باس نيوز فإن طائرات هجومية ومعدات عسكرية وعشرات العناصر من ميليشيا فاغنر الروسية وصلت إلى مطار القامشلي ليستمر تدخل الجيش الروسي في سوريا بالتزامن مع معاركه في أوكرانيا، تدخلات متعددة الأبعاد وسط اكتفاء دولي بالتصريحات والعقوبات الاقتصادية. ومع اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية ومخاوف امتدادها إلى سوريا، كاميرا حلب اليوم سمعت آراء بعض المواطنين بهذا الشأن وأعدت هذه المادة. هلا الملف الأوكراني بالتأكيد هناك يعني مشكلة حقيقية لاستكمال يعني توطين إسرائيل الكبرى في المنطقة. هناك يوجد 250 ألف يهودي في أوكرانيا، يجب تهجيرهم، لكن لا يمكن تهجيرهم بشكل طوعي، وبالتالي يجب الضغط عليهم واختلاق أحداث من أجل إجبارهم وترحيلهم للمنطقة العربية وسوريا بالتحديد. لا أرى لتركيا أي دور حقيقي في ملف أوكرانيا. ملف أوكرانيا هو ملف الدول الكبيرة من حجم روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. إن اضطرت تركيا لأخذ اصطفاف معين لجانب جهة ما، سيكون هذا الاصطفاف أتوقع من صالح روسيا. إن أرادت أمريكا أن تثير المتاعب لروسيا في أوكرانيا، قد تعود إلى دعم الثوار السوريين على الأرض لإثارة بعض القلاقل العسكرية لروسيا. بالنسبة لصراع الروسي الأوكراني الحاصل اليوم، بشكل كبير يأثر علينا جملة وتفصيلا بسبب وقوف تركيا لجانب أوكرانيا مع خلافة طبعا مع روسيا، وحاليا روسيا عم تضغط على تركيا أنه بحيث يا أخي لا تقربوا على الملف الأوكراني، طلعوا منه. فيعني بشكل كبير رح يأثر علينا، يعني صار بسبب أنه عدم وجود سيادي لنا. ذكرت شبكة عين الفرات المحلية أن أجهزة أمنية تابعة للنظام مدعومة بقوة من الفيلق الخامس قامت بتطويق مدينة الفرغلوس بريف حمص الشرقي، وشنت عملية دهم واعتقالات طالت ضباطا وموظفين. الشبكة أضافت أنه تم قطع الطرقات المؤدية للمدينة، وتم أيضا مداهمة منازل ضباط في الحرس الجمهوري وموظفين في حكومة النظام في مطاري التيفور والشعيرات، حيث جرى اعتقال عدد من الضباط والموظفين، فيما توارى آخرون عن الأنظار، والتهمة كانت العمالة الخارجية بحسب المصدر. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصل. بمشاركة 400 طالب تنظيم مسابقة للروبوت في مدينة عفرين شمالية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف، تأتيكم من قناة حلب اليوم. وجه متظاهرو السويداء في بيان مصور 12 مطلبا لحكومة نظام الأسد من أجل تنفيذها، وسط تأكيد على استمرار حراكهم في الشارع. البيان طالب بضمان حقوق السكان وأن تكون سوريا دولة عادلة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد، دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي أو احتكار للسلطة. المتظاهرون طالبوا أيضا بفتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة وعدم رفض الخزينة من مال الشعب، إضافة لتأمين كافة حقوق المواطن وفق الدستور والتصدي لظاهرة المخدرات بحسب البيان. هذا وأكد المحتجون على مطالب أخرى تتعلق بالمعتقلين والملف الأمني في المحافظة. إلغاء قانون البيوع العقارية والسيارات من حيث الضرائب والودائع البنكية. 6. إلغاء الرسوم الجمركية. 7. رفع ما يتناسب مع دخل المواطن.
الإجمالي الكشف عن مصير المعتقلين حسب القوائم وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم. 9. دعم المزارعين لتمكينهم من استثمار أراضيهم وفق خطط مدروسة للنهوض بواقع الإنتاج الزراعي. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الكاتب الصحفي الأستاذ حافظ قرقوط مباشرة من السويد. مرحبا بك أستاذ حافظ على شاشة حلب اليوم. يعني باعتقادكم يعني هل ستلقى مطالب المتظاهرين في السويداء أي استجابة من قبل النظام؟ يعني بالنظر إلى على ما يبدو إصرار أهل السويداء أو المتظاهرين في السويداء على مطالبهم. نعم أستاذ عمار، تحية لك ولمشاهديك الكرام وللشباب اللي واقفين بالسويداء دائما. الحقيقة هذا البيان واضح بالنسبة إلنا كمتابعين، أقل ما يمكن، لا أقول فقط لأني ابن محافظة السويداء، لكن كمتابعين للحالة السياسية هو موجه للشعب، موجه للناس، موجه للشارع وليس لهذا النظام. وإن بدأ بأنه مطالب تخص هذا النظام وكتلته الفاسدة، لكن يدرك كل من في الساحات وقف بوجه هذا النظام أن النظام ليس لديه حلول، لا يوجد لديه، هو العصابة، هو من نهب الناس، هو الفاسد، هو من قتل، هو من أخفى الناس في سجونه وفي عمليات الخطف وتبادل المختطفين والتجارة بهم وبدماء الناس، وهو من يسيطر على العقارات ويبيعها لإيران، وهو من يهرب المخدرات. لذلك هم يضعون الآن كل هذه النقاط إلى الشارع، إلى الرأي العام. من يهمه الزراعة وضعوا له بند زراعي. هذا النظام نحن نخاطبه، هل يستطيع أن يحل لك المشكلة الزراعية؟ هل يستطيع هذا النظام أن يحل المشكلة الأمنية؟ هل يستطيع أن يوقف انتشار المخدرات أو تهريبها أو هذا البيان يجذب الرأي العام حقيقة الموجود داخل سيطرة النظام، ليس في السويداء فقط بل في أنحاء سوريا ويخص كل السكان في سوريا. هذا نحن نطالب، وكل بيت يشعر بأن هذه المطالب جزء منها على الأقل يخصه، أو جزء منها هو قد تأذى منها، إن كان من العقارات أو السيارات أو من الضرائب العامة أو من الفقدان أو من الفساد وإلى ذلك. أعتقد بأن أن هذا البيان بتأكيد النظام قد يراه الآخرين موجه إلى هذه الحكومة، لكن أنا أراه بأنه موجه للشارع على الأقل لتحريك المشاعر العامة. وهذا يعني أعتقد بأنه جزء من خطة سياسية ذكية أنا أؤيدها بهذا الشكل المضمون، لأن نبتعد عن الصدام المباشر. نعم. وهو هنا الصدام المباشر، يعني هل تقصد هنا ربما أن النظام هكذا أو هكذا، هو لا يألف إلا لغة القوة ولا يعرف إلا هذه اللغة والمواجهة والتعنت، بالتالي إلى أي مدى يمكن لبقية المحافظات أن تتعاطف بشكل جدي ربما مع المتظاهرين في السويداء لا سمح الله في حال يعني كان هنالك صدام من قبل نظام الأسد واعتقالات ربما بحق أهل السويداء؟ يعني للأسف أصبح غالبية الشعب السوري أصبح منهك، إن كان في دول اللجوء أو في الشمال السوري كما تعرف يعني في المخيمات أو بكافة مناطق اللجوء، منهك الناس بعد 10 سنوات من هذه الآلة الطاحنة التي شنها النظام ومن خلفه روسيا وميليشيات إيران. داخل كمان داخل سيطرة النظام بالمدن الرئيسية كدمشق أو حمص وحما واللاذقية وطرطوس، أعتقد أيضا بأن ما زالت الأمور غير واضحة، ولا أعتقد بأن هنالك تفاعل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بسوريا من جديد بعد كل تلك السنوات من المعاناة. نحن نحتاج إلى ذلك، نحتاج على الأقل يعني إذا أخذنا بأن الجانب الذي دفع ما عليه من ضريبة ومن دم وتهجر وترك بيوته، وكلنا ندرك هذا المشهد الدامي من أحياء حمص القديمة إلى الغوطة الشرقية إلى أحياء درعا إلى الشمال السوري طبعا وحلب وجوارها، لننتقل الآن إلى المرحلة الأخرى، تلك الحاضنة التي ما زالت عند النظام وهي متأذية، ويدرك كل من ساهم في بقاء هذا النظام. نحن نتعاطف مع جزء كبير منهم إنسانيا، جزء من الذين الآن يحتاجون لرعاية طبية من جرحى الذين دافعوا عن هذا النظام، نتعاطف معهم إنسانيا، لكننا لن نقف معهم أخلاقيا. هم هؤلاء أخذوا المكان الخاطئ من التاريخ، أخذوا الوقفة، وهم يطلبون أيضا المنية بشكل يعني ملفت بأن النظام يعيد لهم بعض الحقوق، يعالجهم. الحقيقة معالجتهم تتم بدوس هذا النظام برميه في مزابل التاريخ. أنا أتعاطف أخلاقيا معهم، لكن لا أعتقد حتى الآن بأن هنالك بوادر. ربما إذا استمر هذا الحراك بتصاعد أكثر وأكثر وأكثر مع الضغط الاقتصادي، وخاصة الآن مع الحرب الأخيرة في أوروبا، أعتقد بأن الأزمة الاقتصادية على النظام قد تصبح أكثر تفاقم. شكرا 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 جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب الصحفي ضيفي من السويد.
أفاد مراسل قناة حلب اليوم بمقتل المدني المهجر من ريف حماة عبد الرزاق العبيد تحت التعذيب أثناء اعتقاله في سجن لفصيل فيلق الشام بمنطقة جندرس بريف عفرين. بدوره أصدر الفصيل بيانا استنكر من خلاله الحادثة التي قامت بها لجنة التحقيق التابعة له، موضحا أن الفصيل أوقف اللجنة المشرفة على مركز التحقيق وسلمها للقضاء العسكري في عفرين. هذا وتعهد فصيل فيلق الشام بمحاسبة الفاعلين بما يضمن تحقيق العدالة وفق البيان الصادر عنه. سجل الدفاع المدني خلال الساعات الماضية 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما نقلت فرقه جثمان امرأة من إحدى المشافي أو من أحد المشافي المختصة بالفيروس في مدينة سلقين غربية أدلب. هذا وأرجع الدفاع المدني في وقت سابق ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس إلى انتشار متحول أوميكرون في الشمال السوري، ودعا المدنيين إلى ضرورة تلقي اللقاح المضاد واتباع إرشادات الوقاية من الوباء. نظمت مديرية التربية والتعليم في منطقة غصن الزيتون وبالتعاون مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية مسابقة للروبوت بمشاركة 160 طالب، وذلك لأول مرة في المنطقة. توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الحركية مشروع واعد للطالبة زينب في مسابقة الروبوت بمدينة عفرين شمال حلب. المسابقة أقيمت تحت رعاية مديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة. المشروع هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية لكن عن طريق البطاريات. أنا هون طبعا في إلك تفاوت، أنا هون حاطة مروحة كمثال، وإذا كان حجم المشروع أكبر فينا نستفيد منه أنه يولد لنا طاقة كهربائية. وبالمتقب في حجر الصاروخي كمان تبع السكاكين، في كتير على فوائد. طبعا هي كتير مهمة للمجتمع، حبيت أن أسويها كمجسم صغير كفكرة لنا. أنا صنعت نعورة لنساعد الإنسان والحيوان والطبيعة، وهذه الأدوات للزيق وشمع وهي قطعات قنانة. جميع مدارس غصن الزيتون شاركت بالمسابقة التي أقيمت عبر مرحلتين. المرحلة الأولى ضمت مشاركة 400 طالب، تم اختيار قرابة 100 طالب منهم للمشاركة بالمرحلة الثانية بناء على تقييمات اللجان المختصة ليتم تكريم المتفوقين بعدها. طبعا الغاية من هذا المعرض هو اكتشاف مواهب الطلاب، إضافة لذلك تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب التعليم وهو التعليم المهني. كون التعليم المهني في واقعنا الحالي هو حاجة أساسية للمجتمع لكي يرمم ما قامت إصابات الأسد من تدميره في مجتمعاتنا، وبالتالي أيضا الهدف الأساسي هو إظهار المشاريع الناجحة في هذا المعرض ومحاولة تبنيها من قبل المنظمات. تنمية روح الإبداع ومهارة الطلاب الموهوبين والعمل الجماعي وتشجيع الاختراعات ودعم أفكارها من شأنه أن يعود مستقبلا بالنفع على المناطق المحررة التي باتت توفر مساحة لهذا التطور الذي يساهم بنهضتها. إقامة معارض الروبوتات في المناطق المحررة يعتبر نقلة نوعية للتعليم الذي لم يعد محصورا بالنموذج الكلاسيكي، وبات يشهد تطوراً ملحوظاً في جميع الجوانب. ماجد العمر، حلب اليوم، عفري. أطلق كاتب في ريف إدلب تدريبات تطوعية تعنى بتعليم الأطفال مهارات الأداء والتمثيل المسرحي. التدريبات مزجت بين الدروس النظرية والعروض المسرحية التي أداها الأطفال على مسرح بدائي للدمى. أسلوب جديد في تقديم عروض مسرح العرائس يسعى الكاتب كمال لإحداثه بريف إدلب يتجسد في مشاركة الأطفال بالتمثيل والأداء، وألا يقتصر دورهم على الحضور كجمهور فقط. تمكين الأطفال من تأدية الأدوار والشخصيات دفعت الكاتبة لإقامة ورشة تدريبات للأطفال تضمنت مهارات كتابة القصص وتحليلها وطريقة أدائها.
المسرح الدمى اللي عم نشتغله اليوم ما هي اني انا كشخص اطلع انا اقدم هاي الشخصيه بصوتي او بس بتحريك الدميه، بينما الاطفال هن اللي كانوا فعليا عم يقدموا هاي الشخصيه من خلال صوتهم، وهذا كان تحدي كبير. صوتهم هو اللي عم يقدر يوصل تاثير للجمهور من خلال الصوت، اما هي الدميه هي خلينا نسميها حياد ما ظاهره، والطفل كان برضه ما ظاهر، فكان الصوت هو اداه تاثير للجمهور، وان شاء الله يكون قدمنا محتوى جيد. لوحات مختارة من قصص كليلة ودمنة تم تمثيلها كتطبيق عملي في مسرح الدمى، شارك بأدائها عدد من الأطفال المتدربين. ضيق مكان العرض لم يمنع الأهالي من الحضور لتشجيع أداء أطفالهم، فالتدريبات التي حضرها الأطفال تركت نتائج إيجابية على السلوك والقدرات العقلية وفق تقييم الأهالي. هذا دعم لأطفالنا، دعم لإلنا حتى نحن وقت منشوف أطفالنا عم ينمو وثقتهم بنفسهم عم تكبر، نحن يعني بنكون مبسوطين كتير، ونحن بنتمنى أنه يتابعوا ويتطوروا أكثر من هيك ويقدموا شيء لنفسهم ولأهاليهم وللوطن. تعلمت كتير شغلات وقويت شخصيتي جدا، وعلموني اللغة العربية الفصحى، وعلمونا قراءة القصص والمسرحيات، وتعلمنا كتير من مسرحيات كليلة ودمنة. رغم قلة الإمكانيات المادية وعدم تبني هذا النوع من الفنون من أي جهة، يأمل الكاتب كمال والمتطوعون معه أن يكملوا مشوارهم في تنشيط مسرح العرائس بريف إدلب، خاصة في ظل الآثار السلبية التي خلفتها الحرب والنزوح على الحالة النفسية والمستوى التعليمي للأطفال. توعية الأطفال وزيادة مداركهم وتعزيز الأخلاق النبيلة لديهم أهداف سامية يأمل الأهالي أن يسهم مسرح العرائس هذا بتعزيزها لأطفالهم باعتباره فنا يخاطب عقول الأطفال ومشاعرهم. من بلدة كفر الوسي بريف إدلب شمال، منصور صبرا، حلب اليوم. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تي في. دمتم برعاية الله وحفظه، واللقاء.